إذا نفتح ملف نقاش مشاهدينا الكرام للحديث أكثر عن القطاع الفلاحي في الجزائر بمناسبة إحياء ذكرى 50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين. إذا نربط الاتصال بالسيد عبد الباسط بومادة الخبير الفلاحي، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بك سيدتي الكريمة والسادة مشاهدي قناة الوطنية ومرحبا بك. أستاذ، هل أنت في الاستماع؟ نعم أنا سامعك سيدتي الكريمة. أستاذ، إذا ننطلق من مناسبة إحياء ذكرى 50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمركز الدولي للمؤتمرات. إذا سيد بومادة، رئيس الجمهورية خلال الافتتاح قال أن الجزائر جعلت من الأمن الغذائي رهان استراتيجي يتوجب علينا كسبه في عالم أصبح فيه سلاح الغذاء من أقوى الأسلحة وأشدها تأثيرا. في هذا السياق وفي ظل رهان الاكتفاء الغذائي، كيف تقيمون المستوى الذي وصل له القطاع الفلاحي بالجزائر بمناسبة إحياء الذكرى 50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين؟ شكرا مرة أخرى سيدتي الكريمة على الاستضافة وأهلا بكم السادة مشاهدي قناة الوطنية تي في. حقيقة خطاب السيد رئيس الجمهورية اليوم أمام السادة ممثلي اتحاد الفلاحين الجزائريين بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد سنة 1974. طبعا الاتحاد هو صوت الفلاحين، صوت العالم الريف، صوت لما الثورة التحريرية كانت أكثر قطاع اللي خلص الفاتورة الغالية هو القطاع المجتمع الريفي. ولما نتكلم عن المجتمع الريفي نتكلم عن الفلاحين، عن المربي المواشي. طبعا كانت الفاتوره غاليه صحه هذا المجتمع هذا. وبعد الاستقلال الحمد لله يعني الفلاحين رفعوا رايه الانتصار على المستعمر الفرنسي، المستعمر الفرنسي وليس المستعمر الفرنسي. وطبعا كانت هناك عده سياسات فلاحيه بعد الاستقلال، من التسيير الذاتي الى الثوره الزراعيه الى تحرير القطاع، وكل مرحله كانت عندها نجاحات وعندها نكسات. هذه المناسبه هذه هي مناسبه لتصحيح المسار وتحقيق الهدف الاسمى الا هو الامن الغذائي. ولما نتكلم عن الامن الغذائي ننطلق من مقاربه السيد رئيس الجمهوريه التي تنطلق من مبدا من لا يملك قوته ولا يملك سيادته، لانه نعم. اصبح اليوم اصبحنا في عالم لا يرحم، ومن لا يملك قوته لا يمكن ان تكون له سياده القرار، سياده الكلمه في المجتمع الدولي، خاصه في ظروف جيوستراتيجيه صحيح. ولا الحروب الواقعه. اصبحت الحروب يعني يقوم بها الكبار ويدفع الفاتوره الصغار. لما قامت الحرب الاوكرانيه الروسيه، الدولتين هذو هما اللي ينتجوا 30% او اكثر من 30% 33% من الانتاج العالمي للقمح. طبعا من دفع الفاتوره دفعتها الشعوب الفقيره التي كانت تعتمد اعتماد كلي على هذا القمح المستورد من هذه الدولتين. والجزائر الحمد لله في الطريق الصحيح للنهوض بهذا القطاع. نشاهد يعني حركيه وديناميكيه من سنه 2020، الحركيه لا يش... لا يعرف لا يعرف لا يعرفها الجميع ولا ينكرها الا جاحد. القطاع الفلاحي اصبح قطاع استراتيجي عنده اولويه في مختلف السياسات. اصبح الملف الفلاحي حاضر في كل اجتماعات مجلس الوزراء، في كل مجلس وزراء الا والسيد الرئيس يلح على مختلف الوزراء، ليس فقط قطاع الفلاحه. لانه لاحظنا مثلا مؤخرا في بدايه شهر نوفمبر كان اجتماع في وزاره الماليه ضم 6 قطاعات من اجل القطاع الفلاحي، قطاع الطاقه، قطاع الري، قطاع البريد والمواصلات السلكيه واللاسلكيه، قطاع الاشغال العموميه، وطبعا بالاضافه الى قطاع الماليه. هذا طبعا من اجل ايجاد الحلول للمعيقات التي تعيق المستثمرين في القطاع الفلاحي، الفلاحين الصغار او الكبار، المستثمرين الجدد من الاستثمار الدولي اللي شاهدناه مؤخرا، شركه بلدنا القطريه لانتاج حليب المجفف، شركه بونيفيكي فيراريزي الايطاليه لانتاج العجائن. يعني هناك حركيه وديناميكيه في القطاع الفلاحي، جميل. واللي راح ان شاء الله حاليا نحققوا في 75% من الانتاج الوطني مختلف المنتوجات الفلاحيه، وقادرين وعندنا كل المؤهلات وكل القدرات البشريه والماديه والطبيعيه لنقدر نخرج من هذه الازمه الغذائيه الى بر الامان، ولما لا الذهاب بعيدا الى الصناعه التحويليه وتصدير مختلف المنتوجات التي تدخل بها الجزائر. نعم سيد بومادة، رئيس الجمهوريه وخلال كلمته اليوم اكد على ضروره الوصول الى الاهداف
الأهداف الوطنية المستطرة لتأمين البلاد وتكريس مفهوم الأمن الغذائي المستدام. ربما من بين الأهداف المستطرة في المخطط الوطني لتنمية الزراعة الاستراتيجية توسيع مساحات إنتاج الحبوب والبقوليات، كذلك النباتات الزيتية والسكرية وغيرها، مع توسيع الأراضي المسقية. لو نتكلم عن أهمية التوسع في الاستثمار الفلاحي من خلال تجسيد كل هذه المشاريع الكبرى وربما المكاسب اللي تضيفها للاقتصاد الوطني. طبعا المواد الفلاحيه الاستراتيجيه نلاحظ انها هي الاكثر المنتجات استيرادا في الجزائر، ومنها الحبوب، الزيوت، الحليب، السكر. وطبعا لما تكون هذه المواد الاستراتيجيه قادرين ان ننتجوها محليا وعندنا كل الامكانيات ان ننتجوها محليا، لما لا توجه نحو تلك الزراعات بالاعتماد المحلية، التقنيات الحديثة في المجال الزراعي. وطبعا من هذا المنبر نتم المسعى التوجه لإنتاج محاصيل الزيوت الغذائية، حيث لاحظنا مؤخرا المساحات الكبرى، مساحات عباد الشمس، السلجم الزيتي، وهذه طبعا راح ترافقها ان شاء الله عن قريب صناعه تحويليه باعطاء الاولويه للمستثمرين في هذا القطاع، وهم عندهم كل التسهيلات خاصه في ظل قانون الاستثمار اللي كانت في سنه 2022 اللي دل العديد من العقبات امام المستثمرين في قطاع الصناعه التحويليه. ولما نتكلم على الصناعه التحويليه اكيد راح يكون الحمد لله مؤخرا شفنا اول لتر زيت جزائري 100% من المنتج النباتي الى التحويل الى التعليب الى التسويق في مختلف المحلات. اذا لدينا كل القدرات، لدينا كل الامكانيات، خاصه المورد البشري. الحمد لله المدارس العليا للفلاحه في مختلف مناطق الوطن راح يتخرج في اطارات. مؤخرا كانوا هناك مدرستين عليا للفلاحه الصحراويه، واحده بوادي سوف واخرى باضرار، وعن قريب ان شاء الله راح يكون المنتوج نتاعهم يعني اولى المهندسين الفلاحيين المتخرجين من هذه المدرستين راح يعطوا اخرى دفعه نوعيه اخرى لهذه الاستثمارات الكبرى اللي راح تشهدها المناطق الصحراويه، لان المناطق الصحراويه تزخر بمقومات عديدة، خاصة المورد الرئيسي ألا وهو الماء. مياه جوفية أكثر من 60 ألف مليار متر مكعب موجودة في المناطق الصحراوية كمياه جوفية، على مساحة تفوق 750 ألف كيلومتر مربع. إذا هنا وجب الاستثمار في القطاع الفلاحي، لأنه هو القطاع الذي قادر يكون يخلق يكون قاطرة للتنمية المستدامة. ولما نتكلم عن التنمية المستدامة طبعا وجب دائما احترام الاستدامة، أي لما نستعمل هذه الموارد خاصة الموارد الماء والتربة لابد استعمال طرق المحافظة على البيئة، المحافظة على الاستدامة. الري يكون يعني بالري الموضعي بدون هدر للمياه، لانها مورد يعني حيوي، وفي المناطق الصحراويه هذا المورد غير متجدد، يعني لما نستهلك هذه المياه ويكون هدر المياه هذه غير متجدده، لانها ليست مياه امطار او مياه سطحيه، هي مياه جوفيه منذ ملايين السنين جمعت المياه هذه، وجب الحفاظ عليها للاجيال القادمه. نعم، كذلك السيد رئيس الجمهوريه ذكر اليوم بالقرارات والاجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية في سبيل النهوض بالفلاحة وعالم الريف. ذكر سيد الرئيس برفع نسبة دعم الأسمدة إلى 50%، ربط عشرات الآلاف من المستثمرات والمحيطات الفلاحية بالطاقة الكهربائية. ربما كل هذا وأكثر يدخل في ظل جهود الدولة الجزائرية من أجل تطوير القطاع الفلاحي والنهوض به إلى مستويات أرقى. طبعا الارقام تتحدث على نفسها. لما نتكلم عن ربط المستثمرات الفلاحيه في الاربع سنوات او الخمس سنوات الاخيره، ربط اكثر من 66 الف مستثمره في المناطق الفلاحيه الاكثر انتاجا. هذا ليس بالرقم الهين. لما نتكلم عن التوسعه يعني في البلوغ سنة 2027 بلوغ مليون هكتار ليس بالأمر الهين. إذا هناك مجهودات، هناك مبادرات لتحرير هذا القطاع، للعصر جهاز الإنتاج، لترجمة القدرات الكبيرة التي يحتوي عليها بلدنا. هذا طبعا، وأيضا لاحظوا أيضا تنظيم مختلف أجهزة التأطير الموجودة من مديرية الفلاحة، من مندوبيات، من دواوين إلى آخره، مساعدة الفلاحين من خلال سعر شراء المنتجات خاصه بالنسبه للزراعات الاستراتيجيه، الحبوب او البقوليات او المزروعات الزيتيه. اعطيت ايضا
مكانة كبيرة للفلاح في أخذ القرار بتحرير المبادرات الفرديه اللي شهدها القطاع خاصه في المناطق الصحراويه. اذا هناك يعني حركيه لا يمكنها الا جاحد، ونستبشر ان شاء الله خير بهذا القطاع، لانه هو راح يكون القاطره لخلق الثروه الاجتماعيه والاقتصاديه لبلدنا الحبيب. طبعا كل هذا نضيف اليه توقيع على عده اتفاقيات قامت بها الجزائر، اخرها توقيع على اطار البرمجه القطريه بين الجزائر ومنظمه الاغذيه والزراعه للامم المتحده منظمه فاو. ربما ما هي أهداف الإطار الجديد؟ وربما نتكلم عن المجالات التي سيغطيها التعاون التقني بين الجزائر ومنظمة الفاو. لما نتكلم على منظمه الفاو، منظمه الفاو صنفت الجزائر مؤخرا كالبلد الافريقي والبلد المشرق العربي الاكثر امنا غذائيا، يعني وجاء بعده تصنيف ايضا البنك الدولي اللي صنف الاقتصاد الجزائري من اهم من ثالث الاقتصاد في افريقيا. هذه كلها طبعا هذه النتائج هذه بجهد الرجال بالمرافقه الدقيقه للسيد رئيس الجمهوريه. كما قلت منذ قليل اصبح الملف الفلاحه في كل مجلس وزراء الا والملف الفلاحه حاضر وحاضر بقوه، باعطاء تعليمات بضروره الانصاف لمختلف المستثمرين وتذليل العقبات امامهم. اذا كما قلت اختي كريمه منذ قليل نستبشر خير ان شاء الله في هذا القطاع هذا، لانه اصبحت العام والخاص ايضا المنظمه الدوليه تشهد الحركيه والديناميكيه النوعيه اللي يشهدها القطاع الفلاحي في الجزائر، واصبحت مضرب للمثل في مختلف المحافل الدوليه. نعم سيد عبد الباسط بومادة الخبير الفلاحي، نشكرك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا على المباشر في ساعتنا الإخبارية، شكرا لك. شكرا لك.